أهلا بكم مشاهدي الكرام في حديث الوطن لهذا المساء الذي نتحدث فيه عن القضية اليمنية. أكثر من 6 أشهر مرت على الوضع اليمني وعلى بدء انتقال السلطة في اليمن. الانقسامات الداخلية تهدد طاولة الحوار، وهو الحوار المزمع إقامته بين الأطراف اليمنية. الملف اليمني اليوم أمام مجلس الأمن في اهتمام دولي لمزيد من الدفع السياسي. العقد الرئيسية تتمحور حول إعادة هيكلة الجيش اليمني وإقصاء رموز النظام السابق من قيادته. هناك أيضا رفض لبعض الأطراف للمبادرة الخليجية التي منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونظامه حصانة قانونية ضد الملاحقة القضائية والقانونية. إذا مشاهدينا، في هذه الحلقة من حديث الوطن نتحدث عن الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش والأوراق المطروحة على الطاولة اليمنية، ونستضيف في هذه الحلقة من صنعاء السيدة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية ورئيسة لجنة الحوار المكلف بالشباب، وأيضا من القاهرة رئيس المركز الإعلامي والتنسيقي لشباب الثورة الأستاذ حمزة الكمالي. أهلا بهما. ولكن قبل البدء في الحوار دعونا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث أكثر بالتفاصيل عن الحوار الوطني والمؤتمر المنتظر. عقبات عديدة تنتشر على طريق مؤتمر الحوار الوطني المنتظر في اليمن، تحاول اللجان المعنية بالتهيئة لهذا المؤتمر انتزاعها واحدة واحدة. حراك داخلي ساخن تشهده الساحة اليمنية في محاولة لتعبيد الطريق أمام الحوار المنشود. سخونة تأتي على إيقاع حراك دولي ساخن أيضا، تلويح باستخدام القوة وتنبيه من مخاطر انزلاق اليمن نحو نزاع طويل الأمد. لجان تهيئة الحوار تواصل اتصالاتها مع مختلف الفرقاء السياسيين وفق أجندة محددة بسقف زمني من المفترض أن ينتهي أواخر هذا الشهر، بالإعلان عن اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الذي لا يتوقع له ولادة قريبة. لا سقف ولا قيد ولا شرط مسبق للحوار، لا نحن سنفرض شروطا ولن نقبل شروطا من آخرين. شباب الساحات موقفهم ثابت، 20 مطلبا كشرط للانخراط في الحوار، أبرزها إقالة أبناء الرئيس السابق وأبناء أخيه من مناصبهم العسكرية. ليست شروط تعجيزية وليست شروط في ظن الحوار، ولكن شروط ما قبل الحوار، لأنه لا يمكن أن تدخل الحوار الوطني فيما زال بقايا النظام مسيطر على الجيش. الحوثيون أقل تعنتا، فقد أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في الحوار، ولكن مع احتفاظهم ببعض المطالب. الآليات التي سنطرحها في أثناء الحوار أن يتم تحييد الجيش والإعلام الرسمي والأمن بشكل كامل وكافة أجهزة الدولة، لأنه بدون تحييد هذه الأجهزة فلا فائدة من الحوار. أما الطرف الجنوبي فهو منقسم على نفسه. الجهة الموالية لنائب الرئيس السابق علي سالم البيض ترفض الاستجابة لدعوات الحوار المتكررة، والسبب بحسب تفسير البعض هو انعدام الثقة بالطرف الآخر. هناك طرف شمالي، ونقول الأغلبية شمالية بما فيها التيار السلفي والتيارات الدينية، تتخوف من هذا الحوار. الحوار الذي سيؤدي إلى تغيير الدستور هم يرفضوه، الحوار الذي سيؤدي إلى تغيير شكل الدولة وإقرار الدولة المدنية هم سيرفضوه، والحوار الذي سيؤدي إلى إقرار الفيدرالي هم سيرفضوه. سينتظر اليمنيون طويلا ربما من أجل أن يروا أطراف الأزمات المتراكمة منذ عقود قد جلسوا على طاولة واحدة، وقد ينتظرون أكثر من ذلك لترجمة نتائج الحوار في مفاصل حياتهم اليومية. إذن بعد هذا التقرير أبدأ سيدة حورية من الحديث عن الضغط الدولي. ربما استعرضنا كثير من الآراء والأطراف اليمنية، هل تستخدم الحكومة اليمنية اليوم الضغط الدولي للضغط على هذه الأطراف؟ هل تسمعيني السيدة حورية؟ السؤال موجه لي. نعم. أسمع ولكن الصوت ضعيفا. هل تحبي أن أعيد السؤال؟ الحقيقة إلى أنه ليس فقط الضغط الدولي، ولكن أعتقد إلى أنه الجميع يشعر إلى أنه هذه أصبحت مسألة الحوار حاجة ملحة، حاجة وطنية. في بداية التواصل مع الشباب واستشراف واستطلاع آراء الشباب في بداية تكوين اللجنة الوزارية التي تكونت في مجلس الوزراء من 10 وزراء، لاحظنا حتى الأشخاص الذين كانوا أو الأطراف الذين كانوا يرفضون المبادرة الخليجية يشعروا إلى أنه قضية الحوار هي قضية محورية ومفصلية، لأنه ما دون الحوار فهو العنف،
وبالتالي هم سيقدمون على هذه المرحلة وسيقدمون على مسألة الحوار، وإن شاء الله بإذن الله يكون حوارا بناءا، حوارا مثمرا. نعم. ومفيدا. ولكن سيدة حورية، مجلس الأمن منه إلى مخرجات، مجلس الأمن يهتم بهذه القضية وهو يقدم تقريره كل 60 يوما، الخاص وهو فعلا ركز على أهمية الحوار. هل تستخدمون هذه التقارير والتلويح بالعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن للضغط على هذه الأطراف التي تعرقل التسويت السياسية؟ لا شك، لأنه الجميع يعلم إلى أنه القضية اليمنية، التسوية السياسية، الوفاق الوطني أيضا نجاء برعاية إقليمية ودولية، وهي ستكون أيضا عامل مساعد في جمع كافة الأطراف وكل الأطراف إلى طاولة الحوار. ما تقوم به لجنة التواصل الرئاسية قامت به في القاهرة أو في عدن، ستقوم به أو مع أطراف مختلفة في صعدة أيضا ذهبت، هي لهذا الغرض، ليكون الفرقاء كلهم موجودين على طاولة الحوار ويقولوا ما هي رؤاهم، ما هي مشاريعهم لحل القضية اليمنية، لأن نحن نواجه صعوبات وتحديات خطيرة جدا تكاد تعصف بالوطن. وبالتالي لا خيارات أمامنا كثيرة إلا أن نتحاور وأن نكون معا من أجل إعادة البلاد. يعني البلاد في انهيار كبير، تشهد انهيار كبير جدا اقتصادي وأمني واجتماعي وسياسي، وبالتالي أعتقد لأنه أي طرف من الأطراف الوطنية هم الآن الحقيقة مدركين لهذه الحقائق. إذن الحوار سيهتم أولا، لابد أن نقدم على الحوار. نعم، إذن اللجنة ستهتم أولا بمعرفة المطالب لهذه الأطراف السياسية. أحد هذه الأطراف السياسية هم شباب الثورة الذي سيستهدفهم الحوار، وأيضا اللجنة المكلفة برئاستها السيدة حورية مشهور. حمزة الكمالي، باعتبارك أحد شباب الثورة اليمنية، ما هي المطالب التي يمكن أن تتفاوضوا عليها وتطرح على مائدة الحوار؟ أن يكون شاملا يشمل جميع القضايا الشائكة في اليمن، لكن قبل ذلك هناك شروط أساسية. لا يمكن أن يقام حوار خصب وحقيقي إلا عبرها. أولا هو إقالة رموز النظام السابق وعلى رأسهم أولاد علي عبد الله صالح وأولاد أخيه الذين ما زالوا يتحكمون في القرار العسكري في اليمن، وهذا عائق حقيقي أمام العملية السياسية. ثانيا أن يشمل الحوار جميع اليمنيين ولا يقصي أحد. أعتقد أن هناك معارضة في الخارج، وليست فقط المعارضة من 94 ولكن المعارضة التي تم إقصاها قبل ذلك. هناك أطراف سياسية أخرى يجب أن يشملها. المرأة لا يجب أن يتم اختزالها في منظمات المجتمع اليمني. هناك مرأة ريفية، هناك منظمات، هناك سكان. إذن المطلب الأول حمزة هو إقالة رموز النظام. المطلب الأول هو إقالة رموز النظام من المؤسسة الأمنية. طيب هذا المطلب الآن يعرض المؤسسة الأمنية دعني أوضح لك ما قاله نائب رئيس اللجنة الدكتور ياسين سعيد نعمان. قال أن عليكم أن تفرقوا بين إعادة هيكلة الجيش اليمني وتوحيد الجيش. هل تجد أن ثمة فرق حقيقي في هذه المسألة؟ أنا أعتقد أن هناك فرق حقيقي في هذه المسألة. إعادة هيكلة الجيش وإعادة صياغة عقيدة الجيش ستأخذ وقت طويل جدا، ولكن بقاء أمثال يحيى محمد عبد الله صالح وأحمد عبد الله صالح في هرم السلطة، وبقاء أيضا علي محسن الأحمر الذي هو أيضا محسوب على الثورة في السلطة في سلطة الجيش، أعتقد أنه يعيق حركة الحوار الوطني، وهو فعلا أكبر عائق أمام الشروع في المرحلة الانتقالية واستكمالها. لذلك أنا أرى أن إخراجهم من الجيش وتوحيد قيادة الجيش تحت لواء وزارة الدفاع، وأيضا توحيد الأجهزة الأمنية وإقالة من تبقى في الأجهزة الاستخباراتية وتحويلهم إلى تحت قيادة وزارة الداخلية، ويكون كل ذلك الداخلية والدفاع تحت قيادة رئاسة الوزراء، سيكون نقطة مهمة جدا. أما الدخول في الاستكمال هيكلة الجيش سيأخذ وقت طويل، لذلك نحن لنا نقاط محددة قد وضحناها لهم وقد ذكرناها في نقاطنا المحددة. إذن هناك سيدة حورية مشهور نقاط محددة طرحها الشباب، برغم ذلك ما زالت المسألة لحد الآن لم تسير بهذا الشكل، لماذا؟ الحقيقة أنه من خلال اللقاءات الأولية والاستطلاعية التي عقدناها مع الشباب، مع ممثلين مختلف الائتلافات والمكونات الثورية في الساحات، طرحت مجموعة من المطالب، منها مثل ما تفضل الأخ حمزة، طرحت مثل هذه المطالب، أو الابن الحقيقة، حرام أكبره لأنه أنا كبيرة جدا عليه، الابن العزيز والمناضل حمزة الكمالي، طرحت لا شك لأن هناك قضايا ملحة وينبغي أن تتم خلال، يعني تكون متزامنة لعملية الحوار، مثل مسألة المعتقلين السياسيين،
مثل الجرحى وأسر الشهداء، معالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء مثل إعادة هيكلة الجيش. في قضايا مرتبطة طبعا، نعم، معالجة القضية الجنوبية، معالجة قضية صعدة، كثير من القضايا هي شائكة. حتى مسألة إعادة هيكلة الجيش سيدة حورية هي مسألة أيضا ستأخذ وقت، لكنها سيدة حورية بعض إجراءاتها بدأت منذ الآن. نعم، أقدر سيدة حورية الملفات المطروحة على طاولة الحوار، ولكن بصفتك رئيسة اللجنة المكلفة بالحوار مع الشباب، وأنت كنت في ساحة التغيير وأحد سيدات المجتمع المدني في اليمن ولديك أيضا هذه الشعبية، إلا برغم ذلك أنك نفسك قاسيت رفض الشباب للحوار وأنهم ليس لديهم القدرة على التعاطي مع كثير من الأمور. هذه الصعاب التي تواجهينها في هذه اللجنة، ألا يمكن أن تعرقل مهمة الحوار الوطني بشكل عام؟ حقيقة ليست هناك صعوبات أو تحديات كبيرة جدا تواجه لجنة التواصل مع الشباب، بالعكس نحن الآن نمضي قدما بخطوات كبيرة جدا نحو عقد ورش العمل لمناقشة القضايا حسب ما هو موجود أو حسب المهمة المنوطة بنا في آلية تنفيذ المبادرة، لأنه ما هو مطلوب من لجنة التواصل الوزارية هو شرح العملية السياسية وعملية الوفاق السياسي، وأن يكون الشباب أيضا إيجابيين وبنائين خلال هذه المرحلة، وأن يدمجوا في الحياة السياسية، باعتبار إلى أنه الشباب مكون أساسي ومكون أصيل من العملية السياسية ومن عملية التغيير هذه. هم كانوا العامل الفاعل، فحتى هذه اللحظة لم نجد اللجنة الوزارية بكاملها لم نجد أي صعوبات، وخصوصا حتى من الأطراف التي كانت ترفض المبادرة الخليجية جملة وتفصيلة. نعم. ولا شك إلى أنه ما قامت به لجنة التواصل الرئاسية في ذهابها إلى صعدة وإعلان الحوثيين لقبولهم لدخولهم إلى الحوار الوطني أيضا شروط. هذا يهيئ لنا الطريق، نعم، إلى أنه حتى شباب الحوثيين الشباب في صعدة يوافقون على الدخول للحوار الوطني. دعينا نتحدث أكثر عن الوضع فيما يخص الشباب اليمني. كوزيرة لحقوق الإنسان في اليمن، ما هو مصير الشباب المعتقلين تعسفيا؟ هناك اعتقالات تعسفية سيدتي. بالنسبة للمعتقلين لا شك أننا نتابع هذه القضية مع الأطراف المختلفة التي يطرح شباب الثورة إلى أنهم محتجزين لديهم. كثير من الأطراف هي حتى هذه اللحظة قالت إلى أنهم يعني لم تحتجز خارج القانون، وإلى أنه الاحتجازات التي حصلت هي بسبب ارتكاب بعض الجناحة وما يمكن أن يطلق عليها جرائم، سواء كانت جرائم بسيطة أم جرائم كبيرة مثلا جسيمة. طرحت علينا مختلف الأطراف التي وصلنا إليها مثل هذا الكلام، ومع ذلك نحن متابعين لهذه القضية وما زلنا على اتصال مباشر بالشباب لنعرف من هم هؤلاء الشباب، من هي الجهات التي تحتجزهم. ما زلنا في هذه المرحلة يعني متابعين لهذه المسألة، ولن نكف عن المتابعة والمطالبة بضرورة تحرير أو بضرورة إخراج هؤلاء إذن الشباب. إذن تحرير هؤلاء الشباب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، إذن هؤلاء الشباب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لعلها أحد القضايا المطروحة على طاولة الشباب، أليس كذلك حمزة؟ أنا هناك نقطة مهمة جدا، أنا أتحدث عن هيكلة الجيش، من يعتقلون الشباب ومن يعتقلون الصحفيين أمثال عبد الله حيدر شاه ومن يعتقلون الكثيرون هم من كانوا يساندون نظام علي عبد الله صالح، هم الركائز الأساسية لنظام علي صالح، فإذا فهيكلة الجيش والأجهزة الأمنية هي النقطة الأساسية. أما موضوع الشهداء والجرحى يجب أن يكون هناك وعي كامل لهذا الموضوع، لأنه موضوع الشهداء والجرحى ليس كما نوع من المعونة أو هناك استحقاق حقيقي. هؤلاء أبطال ثورة قدموا أرواحهم من أجل اليمن، لا يجب أن نتعامل معهم كجمعية خيرية أو كجرحى مرميين في الشارع. هؤلاء قدموا أرواحهم من أجل اليمن ويجب أن حمزة هل تعتقد أن إخلاء ساحة التغيير قبل البدء بالحوار قد يشكل ضغط على هؤلاء الشباب أم أنه مناسب؟ أنا أعتقد أن إخلاء ساحة التغيير ليس بذلك الأهمية. أنا أعتقد أن الساحة موجودة ككيان، موجود كروح تغيير موجودة عند الشباب اليمني، وأعتقد أن إخلاءها لن يكون مهم للمشترك، لأن المشترك الآن يعتبر أنه قد مضى في العملية السياسية، لكن حقيقة هناك الكثير من الشباب الذين ما زالوا يصرون على الاستمرار في الساحة، هم ما زالون يشعرون بأن ثورتهم في خطر وبأن النظام علي عبد الله صالح ما زال قائما، لذلك هم متمسكون بالبقاء في الساحة. لكن أنا أنوه لنقطة مهمة جدا، الثورة ليست مجرد ساحة الآن، وبأن علي عبد الله صالح رئيس النظام قد سقط، أعتقد أن الطريق أمام العملية السياسية والتغيير بالأدوات السياسية متاح، لذلك أنا أعتقد أن انخراطنا
في الحوار الوطني سيكون مهم جدا، ولكن لن ننخرط في الحوار الوطني وندخل فيه الا ان ضمننا حقيقه بان هناك بيئه خصبه تسمح. طب دعني اسالك حمزه، ان كان الشباب هم فعلا يمثلون تيار سياسي مستقل ام انهم فعلا يتبعون التيارات السياسيه؟ بمعنى اذا الحوثيين دخلوا في الحوار الوطني سيدخل الشباب الذين مع الحوثيين وتبع لذلك كل التيارات السياسيه، هل الشباب اليوم هم عامل تفرقة أم هم فعلا العمود الذي يجمع كل القوى السياسية؟ أنا أعتقد أن القوى السياسية قبل تاريخ 11 فبراير 2011 كانت كل منها في طرف، لكن بعد أن أتى شباب الثورة بمختلف توجهاتهم السياسية، المتحزبون والمستقلون وغيرهم، اجتمعوا على إسقاط النظام وعلى بناء الدولة المدينة الحديثة. أعتقد أنه يجب أن يتم الاستفادة من هذه النقطة. هؤلاء الشباب لهم هدف معين وهو إقامة دولة مدنية حديثة، يجب أن يتم التجمع حولهم والالتفاف حولهم للوصول إلى بر الأمان باليمن. أعتقد أنهم سيكون نقطة حل لذلك، وأعتقد أنه قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يكون هناك مؤتمر شبابي. الشباب الذين لديهم هذه الرؤية الوطنية للدولة المدنية، سنكمل هذا الموضوع، ولكن سيدة حورية، هؤلاء الشباب الذين لديهم هذه الرؤية الوطنية لماذا تم إقصائهم بشكل شبه يعني مجمع من اللجنة الرئاسية المكلفة بالحوار وقبل ذلك من المجلس الوطني؟ لا الشباب حاضرون وموجودون. هل هناك تمثيل لأسماء بعينها؟ ولا يستطيع أحدا أن ينكر يعني يتجاهلهم. الشباب رقم صعب، الجميع معترف بدور الشباب، الشباب هم الذين قادوا هذه الثورة. هل هم موجودين في اللجنة الرئاسية المكلفة بالحوار؟ ممكن إذا نظرنا مثلا ممكن تكون على الأقل الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة هي من هذه الفئة. أتحدث يعني عن، لا أتحدث عن فئة عمرية، أنا أتحدث عن الشباب الموجودين في الساحات عموما. هم مثلا الآن سيكونوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، المختلف الورش التي سنعقدها في مختلف المحافظات، بل سنصل أيضا إلى بعض المديريات. الشباب هم الذين سيصنعون هذا الحدث، وهم إذن هم غير موجودين في الحوار وليس في اللجنة. سيدة حورية سأكمل هذه النقطة، ولكن نعم. اسمحي لي واسمحوا لي مشاهدينا أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحوار الوطني في اليمن. اللجنة الخاصة المكلفة بالحوار الوطني تسير فعلا في خطاها، ولكن ببطء وبمراحل هي حددتها، فالمهمة صعبة. نستعرض الآن معكم النقاط التي تحتوي إلى هذه المحاور أو تقسمها إلى مراحل. أبرز خطوات التمهيد لمؤتمر الحوار: في 22 من إبريل 2012 أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة وزارية لإجراء حوارات مع شباب الثورة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني. بعد ذلك في 6 من مايو 2012 أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيل لجنة الاتصال لتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني. حدد موعد المؤتمر الوطني في نهاية مايو 2012 وأجل إلى أجل غير مسمى بعد ذلك بسبب عدم موافقة عدد من القوى المشاركة. ينص القرار الرئاسي على أن للجنة الاتصال الحق بالاستعانة بمن تراه لإنجاح عملها على أن يعقد المؤتمر قبل 30 من يونيو، أي في هذا الشهر. إذن مشاهدينا نعود للحوار مجدداً مع السيدة حورية مشهور التي كانت تتحدث عن تمثيل الشباب في اللجان الرئاسية. أعلم سيدة حورية أنكم الآن في هذه اللجنة المكلفة بالحوار مع الشباب تعقدون الآن ما يسمى بخلايا صغيرة، هذه الخلايا هي التي فعلا ستنشط أو لا سيكون لها دور؟ أتمنى أن تسلط الضوء أكثر على هذا المشروع العملي. نعم، اولا من حيث اللجنه الوزاريه فيها وزراء هم شباب، اذا انطلقنا من الفئه العمريه، وفيها وزراء ايضا من هم قادمون من الساحات. ثانيا انه الى جانب اللجنه الوزاريه هناك فريق فني هم كلهم ايضا شباب، هم بمثابه السكرتاريه التنفيذيه للجنه الوزاريه.
ثم بعد ذلك سنأتي إلى تكوين الفرق، والشباب شكلوا لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب، ولديهم أيضا سيكون تشكيلات فرعية على مستوى المحافظات كلهم الحقيقة من الشباب. نحن مهمة اللجنة الوزارية ستكون رعاية الشباب، ولن سنعطي للشباب مساحة واسعة من الحركة والحرية في طرح حرائهم وقضاياهم. ولكن هؤلاء الشباب لهم مطالب واضحة سيدة حورية، من ضمنها المحاكمة القانونية، كيف يمكن أن تقفوا أمام هذه المشكلة وأنتم وقعتم أو أقريتم الحصانة؟ هذه جاءت ضمن التسوية السياسية ضمن الوفاق السياسي، لكن مقابل ذلك أيضا هناك العدالة الانتقالية، هناك مشروع العدالة الانتقالية الآن بيد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سيبت فيه. ولكن ألا يوجد خلاف أيضاً حاد في الحكومة على مشروع العدالة الانتقالية؟ ألا حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ألا يقف ضد هذا المشروع؟ في المبادرة الخليجية إذا لم تتفق الحكومة يرفع الأمر إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليتفقا، إن لم يتفقا يؤول الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخذ بها القرار. يعني كان من وضعوا هذا الإطار المرجعي للعمل وضعوا في حسبانهم إلى أنه لربما بسبب الخلفيات السياسية المختلفة للحكومة الوفاق الوطني لربما في بعض القضايا لا يصلوا إلى وفاق. فالمشروع مطروح الآن بأيدي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، سيصدر المشروع قريبا، فيه معالجات لمثل هذه القضايا التي تفضلتم بطرحها. إذن سنرى هذه المعالجات على الواقع سيدة حورية. أستاذ حمزة، ما هو تحفظ الشباب على اللجنة المكلفة بالحوار؟ هل هناك تحفظات معينة أو شروط أنتم وضعتموها؟ أولا لجنة الاتصال لم تشمل على كل الأطراف السياسية، ومنها الشباب أنفسهم أصلا الذين هم في الساحات. ثانيا، نحن كان لنا تجربة سيئة مع المجلس الوطني، حتى الآن هذا المجلس الذي قيل بأنه يمثل قوى الثورة لم يكن العامل الأساسي في هذه الثورة وهم الشباب موجودين فيه، وهذا كانت بالنسبة لنا تمثل صدمة، لأن من كانوا شركائنا في الثورة عملونا بهذه الطريقة، وأعتقد أن هذا ترتب عليها الرفض الكامل من الشباب الآن الذين حتى الآن ما زالوا متعنتين في الدخول والحوار متخوفين من ذلك. أعتقد أن الأهم من ذلك هم الآن ليس ما سيقوم به المشترك ولا ما ستقوم به الأطراف السياسية، الأهم من ذلك هو ما سيقوم به الشباب. أعتقد أن بقاء الشباب في الساحات مهم، الدخول في الحوار يجب أن يسبقه مؤتمر شبابي حقيقي على أساسه يخرج منهم من هذا المؤتمر ممثلين، وهؤلاء الممثلين هم يمثلوا أفكار الشباب بغض النظر عن الاتجاه السياسي. هل هذه الفكرة مطروحة في ساحة التغيير أن يتم هناك عقد مؤتمر خاص للشباب؟ نعم نعم، هناك فكرة، وأعتقد أن مجموعات كبيرة من الشباب بدأت العمل على هذا المؤتمر. حمزة الكمالي، أنت تعلم أن التيارات السياسية التي تدخل في الحوار لها أغراض وأهداف سياسية كالمشاركة في الحكومة أو السلطة وما إلى ذلك، وبالتالي إن يعني هذه الأطراف التي هي الآن مختلفة إن صح التعبير ولم تعد مختلفة، هل سيخرج الشباب مرة أخرى يعني فعلا خليل من غير أي مكاسب سياسية؟ نحن يجب أن يفهم الجميع نقطة مهمة جدا، نحن لا نسعى إلى السلطة لنا، نحن نسعى إلى أن نبني دولة مدنية. إذا لماذا تدخلون هذا الحوار؟ بغض النظر عن الحوار هو أساسا لمشاركة الأطراف في السلطة. الحوار للاتفاق على شكل اليمن السياسي القادم وعلى حل القضايا العالقة، وليس على الوصول إلى السلطة. الوصول إلى السلطة وتأهيل الشباب سيكون بطريقة أخرى مختلفة تماما. أنا أتفق معك بأن هناك أطراف تسعى إلى السلطة، لكن كشباب ثورة أنا أعتقد أن شباب الثورة لا يسعون إلى السلطة بقدر ما يسعون إلى تحسين صورة السلطة في اليمن وإصلاح السلطة السياسية الفاسدة. إذن دعني أفترض فرضية، إن كان الشباب هم الإطار الجامع ولا يسعون إلى السلطة في حين أن بقية الأطراف اليمنية وهذا حق مشروع لكل السياسيين، ولكن لماذا لا نقول أن تنقلب المسألة بالعكس، أن لا يكون الشباب هم مدعوون للحوار ولكن أن يعقدوا هم مؤتمر للحوار ويدعون الأطراف السياسية ويتم الحوار تحت مظلة الشباب ما دام هم ليس لديهم أي نوع سياسي؟ أنا أعتقد أن الشباب هم الآن يقومون في هناك محاولات جادة في ساحة التغيير وفي ساحة الحرية وفي ساحة جميع ساحات الوطن ليحاول الشباب أن يؤطروا أنفسهم ضمن مؤتمر شبابي جامع يخرج منهم ممثلين. أعتقد أن الغد سيكون للشباب، لكن الأهم الآن أعتقد نحن في مرحلة انتقالية حرجة، ما زال علي عبد الله صالح موجود، هل ولد الشباب إلى الحوار ستكون خطأ كبير جدا. أعتقد أننا يجب أن نسقط ما تبقى من النظام من يعيق العملية الانتقالية التي لم نكن نحن موقعين عليها. أعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي، هناك أشياء أخرى كمالية ستأتي مع بالاتفاق قانون العدالة الانتقالية الذي يحاولون إقراره الآن، سيكون
سيء جدا. أنا أعتقد لأنه حتى الآن قانون العدالة الانتقالية مجحف بحق الضحايا التي سقطت طول الفترة الماضية، وأعتقد أن الاستعجال في إخراجه وعدم الانتظار لأن يكون هذا القانون من ضمن مخرجات الحوار الوطني سيؤدي بنا إلى إقرار حصانة أخرى بطريقة أخرى. سيدة حورية مشهور من أحد التصريحات التي أدت بها اللجنة الرئاسية المكلفة بالحوار أنه يجب فعلاً يعني التحدث الآن عن الكل أن لا يدخل بقناعات مسبقة وأن لا يدخل بشروط، وتم رفض هذه الشروط سواء من الأستاذ عبد الكريم الإرياني أو من الدكتور ياسين سعيد نعمان. بالتالي إن دخلت هذه الأطراف وتم فعلاً دخولها من غير شروط، هذا يعني أن الحوار سيكون على نقاط. ما هي النقاط التي يمكن أن يتفق عليها الجميع؟ ما هي النقاط المطروحة للحوار؟ بالفعل اولا اذا كان سيطرح كل طرف يعني شروط ثم شروط مضاده وشروط معاكسه هذا سيعقد الحوار كثير جدا. لكن الحقيقه طرحت بعض الاطراف يعني مطالب معينه ومحدده، المفروض لانه القواعد والمبادئ الاساسيه التي لن ننطلق منها في الحوار الى انه هناك قضايا يعني وطنيه ومصلحه وطنيه عليا تقتضي منا جميعا مثلا ان نضعها بالحسبان. يعني قضايا يعني العليا مثلا اضربي لي مثلا، هل مثلا من هذه المصالح العليا التجميد السياسي لعلي عبد الله صالح ان لا يمارس نشاط سياسي كما طرح ياسين سعيد نعمان؟ هل هذا مع مصلحة الحوار؟ لماذا ليس يعني تعليق العمل السياسي على عبد الله صالح هذا وارد، يعني لا نريد نحن إرباك لهذه المرحلة، لا نريد تدخل ولكن رئيس لجنة الحوار رفض. الآن منتخبة رئيس لجنة الحوار دكتور عبد الكريم الإرياني رفض هذا المطلب. هذا تقرره الشعب، يقرره الجماهير، تقرره أطراف كثيرة جدا لأنهم طيب أسألك بصفتك وزيرة لحقوق الإنسان وهو الدائي نعم، هل سيتم مثلا تتخذ الحكومة اليمنية إجراء مثلا بفرض قانون ما يسمى بالعزل السياسي مثلا كما هو معمول في مصر لمنع أي رئيس أو أي من النظام السابق أن يمارس أي نشاط سياسي؟ حتى الآن هو الحقيقة غير مطروح، ولكن يعني تبقى كل الاختيارات مطروحة إذا كان هناك تعطيل بالفعل العملية السياسية، إذا كان هناك تعطيل لمرحلة الوفاق، كل الخيارات تظل مطروحة يعني، واستخدام نماذج معينة مثل النموذج المصري ربما يكون قائما، لكن حتى هذه اللحظة الحقيقة غير مطروح هذا الكلام لأنه لدينا المبادرة الخليجية، الآلية التنفيذية، قرار مجلس الأمن، كلها مرجعيات نحن نستند إليها في العمل. هذه مرجعية عمل الحكومة اليمنية؟ هل مرجعية عمل الحكومة اليمنية قرارات المبادرة الخليجية ومجلس الأمن؟ نعم، حينما وضعنا برنامج حكومة الوفاق كنا مستندين الحقيقة إلى مكونات ومحتوى وإجراءات وردت في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن، ولا شك طبعا لأنه الدستور اليمني، الاحتياجات التنموية، القضايا الاقتصادية يعني مطروحة هي. طيب نعم. الشباب اليمني حمزة الكمالي، ما هي مرجعيتكم أنتم؟ هل مرجعيتكم أيضا المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن؟ نحن مرجعيتنا الثورة ودماء الشهداء التي سقطت على أرض اليمن من أجل بناء دولة مدنية. بمعنى أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، قدمنا المئات وقدمنا الآلاف وسنقدم الملايين لنصل إلى الدولة المدنية. إذن ما هي الأسس القانونية التي تستندوا عليها إن كانت هناك مثلا هم لديهم مبادرة بآليات تنفيذية؟ نقطة مهمة جدا. اليمن الآن تدار بقرار مجلس الأمن 2014 وهو أعلى من المبادرة. ولكن الحراك الجنوبي عزيزي حمزة قال أن قرار مجلس الأمن الأخير بالحصانة هو لغى 2014، لأنه الآن القرار 2014 يقول أنه يجب محاسبة كل المجرمين، ولكن قانون الحصانة الآن يلغي ذلك. قانون الحصانة أقره برلمان منتهي صلاحيته، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يعيها الجميع. إن كنتم لا تعترفون بشرعية البرلمان ولا بشرعية الحكومة فكيف تدخلون معها في حوار؟ لا نعترف، نحن سندخل مع الأطراف السياسية. أنا لم أقول لك بأننا سندخل مع الأطراف السياسية مباشرة، ذكرت لك نقاط عدة على أساسها سندخل في الحوار. وأنا أعتقد أن العدالة الانتقالية التي نريدها والعدالة الحقيقية التي نصب إليها ستكون حقا برحيل أولاد علي عبد الله صالح عن السلطة وبمحاكمتهم. أما الحديث عن الدخول، أنا أراهن على الثورة أكثر ما أراهن على القانون الذي هو أصلا لم يطبق في اليمن من قبل. ولكن أنت الآن تطرح مشروع العدالة الانتقالية كأحد الحلول الإجرائية التي يمكن أن تتخذها الحكومة.
أليس كذلك؟ العدالة الانتقالية إذا تم حقيقة تطبيق المبادرة الخليجية، أما المبادرة الخليجية بنفسها لم يتم تطبيقها بشكل كامل حتى الآن. يعني أنا أريد أن أوجه سؤال للأستاذ حورية مشهور تفضل. وهو سؤال مهم جدا، كيف تم إقرار قانون الحصانة بدون أن يتم الامتناع السياسي عن علي عبد الله صالح؟ كيف تم حتى أنهم وصفوا ذلك بأن هذا كان هفوة في المبادرة الخليجية؟ أنا لا أدري كيف تم إقرار الحصانة. لعله أستاذ حورية هذا بدأ الحوار مع الشباب كان. هو الآن يسألك كيف تم إقرار الحصانة وهناك هفوة قانونية؟ هذا كان ضمن اللوفة يعني قانون العدالة الانتقالية التسوية السياسية، لأنه لا في المقابل جاء في نفس القانون لابد من تطبيق العدالة الانتقالية، لابد من النظر إلى حقوق الضحايا الذي وقعوا ضحايا كل تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم، انتهكت حقوقهم خلال فترة حكم المشمولين بالحصانة. فالمسألة هذه في يعني أمام المشرع وضعت وقانون، لأنه كان بداية سيكون قانون الحصانة فقط دون الأخذ بعين الاعتبار المكون المتعلق بالناس المنتهكة حقوقهم. فجاء القانون مكون من جزئين، جزء متعلق بالحصانة والجزء الآخر متعلق بالعدالة الانتقالية، فهي حاضرة العدالة الانتقالية وتطبيق العدالة الانتقالية، وحينما يقرر القانون ثم إنه هذا القانون الحقيقة تعرض كثيرا جدا للتعديلات. التعديل الأخير فيه، وربما حمزة لم يطلع على التعديل الأخير لأنه في البداية الحقيقة كان في قصور كبير جدا في القانون، بعد ذلك تم الاستماع لأسر الشهداء، لأسر الضحايا، للناس المتضررين الحقيقة، الناس الذين انتهكت حقوقهم، وأخذت بعين الاعتبار كثير من الملاحظات. استلمت اللجنة الوزارية أكثر من 400 ملاحظة نعم. من أطراف داخلية وأطراف نعم. خارجية. استسمحك أستاذة حورية ومن ناس معنيين. اعذريني أنا مضطرة أن أقطع الحديث لنذهب في فاصل قصير وهو آخر فاصل في البرنامج ونعود. بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من حلقتنا، والذي نستعرض فيه أهمية إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية. فالمرحلة الانتقالية وقانون العدالة الانتقالية يربك المرحلة السياسية في اليمن، ولكن هناك شبه إجماع على أهمية إعادة مؤسسة الجيش. نستعرض الآن النقاط الخاصة بهذا المحور. إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، تنص المبادرة الخليجية التي تدار بموجبها المرحلة الانتقالية على إعادة هيكلة القوات الجيش والأمن التي شهدت انقساما خلال المرحلة الفائتة. تعاني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المحسوبية والولاءات المختلفة ومن سيطرة أبناء الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أي هيكلة ستبدأ بإقالة قيادات عسكرية، بينهم اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، والعميد أحمد علي عبد الله صالح قائد الحرس الجمهوري. نجاح إعادة هيكلة الجيش والأمن يساهم في إقصاء قيادات موالية للنظام في العهد السابق وتعزيز سلطات الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية تعني قدرة الحكومة على تجنب اندلاع أي منزاعات مسلحة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. إذن قد يمكن أن تحدث نزاعات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. سيدة حورية مشهور، وإن كان هذا الموضوع ربما لست مطلع عليه بشكل كافي، ولكن هل تتوقعون أنتم في لجنة الحوار أن يندلع ما يشبه تمرد عسكري أو انقلاب عسكري، وتحدث يعني ما يشبه باقتتال ما بين المعسكرات، وهذا يعرقل عملية الانتقال السلمي في اليمن؟ لا أعتقد. كانت هناك الحقيقة محاولات أولية يعني لتمرد على قرارات رئيس الجمهورية، ولكن أعتقد تم السيطرة عليها. على سبيل المثال يعني يوم أمس بصورة كاملة تم تسليم قيادة أحد ألوية الحرس الجمهوري إلى القائد الجديد. لا أتصور إلى أنه يمكن أن تستمر هذه التمردات، لأنه أعتقد أنه الرسالة وصلت، وإلى أنه المجتمع الدولي أيضا راعي هذه المبادرة حاضرا أيضا لتنبيه أي طرف يعيق المرحلة الانتقالية ويعطل المرحلة الانتقالية، ويلوح أيضا بالضغوط وعقوبات على من يعطل المرحلة الانتقالية، لأنه أمن اليمن أمن مهم.
مهم صحيح لأبنائها للمنطقة كاملة، لكن أيضا سيدتي العزيزة أعلم جيدا أنك لست خبيرة عسكرية، ولكن هذا المطلب الأمني والعسكري هو أحد الأوراق التي تتفاوضين معها مع الشباب، يعني كيف يمكن لك أن تقنعيهم بفكرة أن إعادة هيكلة الجيش يعني التي تأخذ وقتها وهو مطلب أساسي لكم، كيف يمكن أن تتحاوروا حول هذه النقطة؟ كما طرحت لكم سابقا إلى أنه مسألة إعادة هيكلة الجيش هي بدأت إجراءاتها الأولية باستبعاد بعض الرموز القديمة في الحقيقة من أنت تعلم سيدتي أن هذه لقرارات رئيس الجمهورية ولم يقاوم طموح الشباب، لحد الآن لم ترضي طموح الشباب، هم يريدون الرؤوس ولكنها الكبيرة ولكنها ستستمر. ثاني أنه إعادة هيكلة الجيش لا يقصد بها فقط استبعاد رموز معينة وأطراف معينة وأفراد معينين، ولكن إدماج تشكيلات ببعضها البعض، أن تكون كل ألوية الجيش تحت قيادة وطنية موحدة، أن تعكس أيضا النسيج الاجتماعي داخل البلد، لا يمكن أن تكون مثلا بعض الألوية خاصة بأسر معينة أو بقبيلة معينة، بل يجب أن يكون كل أبناء اليمن في عضوية هذه الألوية وفي قياداتها. فالعملية هي كبيرة وهي بتحتاج حقيقة إلى خبرات وطنية كبيرة وإلى خبرات حتى دولية، ولا شك لأنه اللجنة العسكرية رئيس الجمهورية مهتمون بهذا الشأن بصورة كبيرة جدا، لأنه بإعادة هيكلة الجيش نحن أيضا سنضمن أمن واستقرار أكبر، سنضمن تنمية وإعادة تنمية في داخل البلاد، لكن أن يظل الجيش منقسما وأن تظل القوات الأمنية تقريباً منقسمة هناك أعتقد أنه ستستمر التوترات. نعم. تقريبا هناك شبه إجماع، هناك شبه إجماع يمني على هذه النقطة. حمزة الكمالي، شباب الثورة لديهم رؤية للدولة المدنية، وبالتالي هم يرون أن إقصاء المؤسسة العسكرية أو تحييدها هو أحد الخطوات. دعني أستمع منك إلى رؤية أكثر يعني بشكل موجز وسريع، ما هي رؤيتكم أنتم شباب الثورة؟ يعني المؤتمر جاء ليسمع رؤيتكم، ما الذي ستقدموه؟ نحن رؤيتنا للجيش أصلا رؤية واضحة، قد كنا وضحناها الدولة المدنية من أول أيام الثورة بأننا لا، الدولة المدنية بشكل عام نحن نرى أن شكل الدولة المدنية تحدده الأطراف السياسية في اليمن، لا يحدده الشباب لوحدهم، هناك حراك جنوبي. بس أنتم أحد الأطراف السياسية الفاعلة، لولا شباب الثورة لما كان هناك مبادرة خليجية ولا سلطة انتقالية ولا كل هذا. أنا أؤمن أن شكل الدولة اليمنية يجب أن يتفق عليه جميع اليمنيين، ولا يمكن لأحد أن يفرضه على الآخر. نحن نرى بأنه هناك عدة هل خيارات. هل تثق أن هناك أن أي من الأطراف السياسية في اليمن لديها رؤية واضحة للدولة المدنية؟ أنا أعتقد أن الدولة المدنية الحقيقية يجب أن تكون دولة لسيادة القانون وليس لسيادة الولاءات الشخصية. أهم هذه الأشياء أن يتم تطبيق قانون السلطة المحلية واسعة الصلاحيات أو كاملة الصلاحيات، بحيث أن تصبح بحيث أن تخرج الدولة المركزية التي كانت أساسها في صنعاء، وأن تصبح كل الأطراف كل المدن اليمنية. هل أعتبر أن هذا هو الرؤية التي يطرحها الشباب كحل للمشكلة الجنوبية؟ لا يمكن أن أجزم أن هذه الرؤية إلا عندما يتفق الشباب في مؤتمر حوار كامل شبابي خاص، وهم سيخرجون برؤيتهم، وستكون أعتقد أنها رؤية قريبة إلى ذلك، لن يذهبوا أبعد من ذلك. ألا يمكن أن أتوقع أنه إذا عقد مؤتمر خاص للشباب أن تحدث خلافات بين الشباب أنفسهم؟ الخلافات واردة، لكن أنا أعتقد في الأخير أن الشباب متفقين على أن هنا أن تكون هناك دولة مدنية. نحن لا نسعى إلى السلطة، لذلك نحن لن ندخل في خلافات كثيرة جدا. أعتقد أن ما سيكون له الخلافات سيكون في المؤتمر الحوار الوطني، لكن أنا أجزم إذا استطعنا أن ننجز ما تبقى من إسقاط النظام وتوحيد قيادة الجيش، وسيكون خطوة مهمة جدا نحو المضي في الحوار الوطني. أما الحديث عن الحوار الوطني قبل ذلك سيكون أيضا عرقلة أكثر وتأخير أكثر، وستكون المرحلة الانتقالية أكبر وأطول من ذلك. سيدة حوري مشهور، هل يسير اليمن باتجاه تسوية سياسية جديدة من نوع جديد؟ هي نفس العملية السابقة، وهي المرحلة المتفق عليها سابقا بين فرقاء الحياة السياسية وفرقاء العمل السياسي. ولكن عزيزتي فرقاء العملية السياسية، هناك فرقاء يعني أطراف سياسية لم تدخل أساسا في المبادرة الخليجية ولا في الحكومة، وبالتالي الآن يتم دعوتهم والحوار معهم، هل سنشهد تسوية سياسية مع هؤلاء الأطراف التي كانت ترفض المبادرة والحكومة وتعقد مثلا وتشكل حكومة جديدة؟ ممكن أضع لك سؤالا في المقابل، وما هو البدائل؟ يعني ما هي البدائل إذا لم نكن مع بعض، إذا لم نجلس مع بعض؟ أنا لا أتحدث من هذا جيد أم سيء، أنا أتحدث إذا لم نفكر مع بعض بالشأن الوطني.
لا خيارات لدينا إلا أن نمضي قدما، إلا أن نقوم بإعادة بناء الوطن، إلا أن نتحاور، إلا أن نقول ما هي الرؤانة للمعالجة والحلول. نحن لا نريد أن نعمق مشكلات أو نستحدث مشكلات، نحن في لحظة في هذه اللحظة فقط نأتي بالحلول وبالمعالجات. الخيارات تضيق أمامنا. هل يمكن البلد أن ينهار؟ الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار الوطني تحت سقف الوحدة، وإن كان هناك فصائل مع فك الارتباط؟ والله أنا لن أتحدث نيابة عن الحراك أو نيابة عن الجنوبيون، وحتى وإن كنت جنوبية، لكن إن هذا ما سيطرح في مؤتمر الحوار الوطني. وأيضا هناك الآن في تهيئة وفي تشاور وفي لقاءات، اللجنة ستذهب إلى عدن؟ اتصال بمختلف قوى الحراك الجنوبي، فهم سيقولون ماذا يريد. ستذهبون إلى عدن؟ نعم بالتأكيد ستذهب إلى عدن، وهم قد كانوا في القاهرة، أيضا كان هناك لقاء في القاهرة. الاتصال سيستمر، وهم سيطرحون ماذا يريدون أي معالجة يريدونها للقضية الجنوبية، يعني واردة ومطروحة، وسنصل بالتأكيد إلى إجماع في مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة القضايا الكبرى، القضايا الوطنية الكبرى والقضايا الشائكة مثل القضية الجنوبية تحديدا، لأنه بحل القضية الجنوبية ربما نحن نصل إلى 70 إلى 80% من حل المشاكل الوطنية. لا شك لأنه هناك كثير مشاكل، في هناك في تهامة، ناس مظلومين، في صعدة، في مشكلات، في تعز، في مشكلات في الوسط، في مشكلات. أنا مع حمزة في مسألة يعني دولة النظام والقانون، إرساء دولة النظام والقانون، وهذا سنأتي إليه في مؤتمر الحوار الوطني حينما ندخل في عقد اجتماعي جديد وفي دستور جديد للبلاد. الدستور الجديد للبلاد هو سيحدد شكل الدولة، هل نريد دولة مثلا بسيطة، دولة مركبة، دولة فيدرالية، دولة كونفدرالية، ما نريد. هذا ما هذا سيقرره مؤتمر الحوار الوطني. هل سيطرح ذلك الاستفتاء الشعبي؟ هل سيطرح مصير الجنوب للاستفتاء الشعبي مثلا كما حدث في جنوب السودان؟ هل هذه المسألة مطروحة؟ حتى الآن يعني هذا ليس مطروحا، ولكن ربما في مؤتمر الحوار الوطني وعند إعداد دستور جديد للبلاد ستحدد هذه المسائل بدقة في من يطرحها. لكن هل تتبناها قوى سياسية منظمة وتطرحها كمشروع وطني مقدم للحل؟ حتى الآن لم يطرح ذلك. نحن نريد الحقيقة أن أولا يكون هناك تشاور جنوبي، ونريد من لأنه هناك فصائل مختلفة وفصائل كثيرة جدا في الساحة الجنوبية، نريد أن يقول مختلف الأطراف الجنوبية ماذا تريد لحل القضية الجنوبية، ثم تأتي إلى مؤتمر الحوار الوطني وتضع هذا المشروع على طاولة الحوار، وتكون أيضا منصوص عليه في الدستور الجديد. حمزة الكمالي، هل تعتقد أن الحوار الآن الذي يسير بهذه الخطوات المتأنية والحذرة والبطيئة يمكن أن يحقق شيء لليمن؟ سيحقق الحوار شيء لليمن عندما يتفق جميع الشركاء السياسيون في اليمن، وعندما لا يتم إقصاء أحد، وعندما يصبح من يعرقلون العملية السياسية خارجها. أعتقد الجميع ممثل وعندما في الحوار لحد الآن. الجميع ممثل في الحوار، لم يتم إقصاء أحد لحد الآن. حتى الآن لم يتم تمثيل أحد في الحوار. نحن نتحدث عن لجنة اتصال تتواصل مع أطراف موجودة، مثلا كالأستاذة حورية والدكتور ياسين وعدد من الشخصيات التي يعني يتفق عليها الجميع، خاصة شباب الثورة، مقبولة من شباب الثورة مثلا. نحن لا نختلف على الشخصيات الوطنية جدا ونحن نقدرها جدا، لكن أنا أقول لك بأن حتى الآن هذه اللجنة هي لجنة اتصال وليس لجنة تحضير للحوار الوطني. لجنة الاتصال واللجنة الرئاسية ينتهي عملها في 30 يونيو، ولكن أنتم ستكونوا يعني في وعد أن الشباب سيشاركوا في لجنة الحوار، يعني بعد اللجنة التحضير للحوار. نعم يعني هذه مهمة الأستاذة حورية أن تمثلون لجنة الحوار بعد ذلك التي ستعد للمؤتمر، أليس كذلك؟ نعم أنا أعتقد أن نعم سيشارك الشباب في اللجنة التحضير للحوار. أما نعم. لجنة الاتصال هي لجنة شكلت من 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 أشخاص معينين بحد ذاتهم، لا نعتبر أنها لجنة سياسية جامعة، هي لجنة اختيرت من بعض الشخصيات الوطنية. اللجنة التحضير للحوار ستكون هي لجنة شاملة وجامعة، وهذا هو الأهم في وجهة نظري، وهم من سيعدون لمؤتمر الحوار الوطني لنفرق بين لجنة. أما إذا كانت لجنة اتصال لجنة تحضيرية فأنا أعتبرها أنها لجنة غير شرعية ولا تمثل الشعب اليمني، لأنه تمثل شخصيات فقط. يعني أتمنى أن يكون وصل هذه النقطة. النقطة الأخرى أن دخولنا في الحوار، نعم هذه لجنة هي مهمتها التنسيق وجمع الأطراف، وهي النقطة التي أكد عليها الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب اللجنة. أعتقد سيدة حورية أنه إذا نجحت هذه اللجنة، وهي لجنة الاتصال أو لجنة التمهيد للحوار الوطني، إذا نجحت بأنها
يعني تدعو الأطراف للحوار دون شروط سيكون هذا يعني أكبر إنجاز حققته اليمن، أليس كذلك؟ السؤال لي؟ تسمعيني السيدة حورية؟ نعم نعم، السؤال لو سمحتوا من جديد. أعتقد أنه أهم عقب عليها أن تتجاوزها لجنة الاتصال هو أن تقنع هذه الأطراف أن تدخل للحوار دون شروط. أعتقد أنه كثير من الأطراف يعني أجلت يعني ما سمته شروطا، تمام، ورأت إلى أنه مصلحة الوطن المصالح العليا تقتضي لأنها تقدم إلى الحوار الوطني. وأنا بالمناسبة سأطمن حمزة إلى أنه الآن سنكون بتاريخ 18-19 لدينا لقاء تشاوري مع الشباب من مختلف ساحات الجمهورية ومن مختلف الأطراف، من أطراف داخل الساحة ومن خارج الساحة، من الجنوبيين، من الحوثيين، من شباب الساحات، من لنصل إلى آلية تمثيل الشباب في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. لا أعتقد أن حمزة قلق ولا أعتقد أن الشباب قلقين، أعتقد أن هناك ثقة في لجنة الاتصال ولجنة الحوار، أليس كذلك حمزة؟ نعم نحن نحن نثق في هذه الشخصيات الوطنية أكيد، لكننا نريد أن لا يتم إقصاء أي طرف. نحن لا نبحث عن حق الشباب فقط، ولكننا نحن نبحث عن حق الحراك. أوكي. عن حق إذن الرهان عليكم شباب الثورة والرهان على كل الأطراف اليمنية لإنجاح هذا الحوار. أنا الآن أختم هذا الحوار معكم سادتي المشاهدين، وأشكر ضيفي من صنعاء السيدة حورية مشهور رئيسة اللجنة المكلفة بالحوار وهي وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، وأيضا من القاهرة حمزة الكمالي أحد شباب الثورة رئيس المركز الإعلامي. مشاهدي الكرام كنتم معنا في حديث الوطن لهذا اليوم، نراكم على خير وإلى اللقاء.